هذه الفتاة التي تصل إلى المركز الاجتماعي في حي الميناء في العاصمة نواكشوط هي آخر ضحايا موجة الاغتصاب. تلتحق هذه الفتاة القاصر بفتيات يعالجن من الآثار النفسية والبدنية للاعتداء، وما تزال تحت صدمة الاعتداء الذي وقع بعد اختطافها نهارا. ذهبت إلى السوق لشراء بعض الحلوى، وفي الطريق اختطفني 3 شبان وذهبوا بي إلى مكان مهجور واحتجزوني واعتدوا علي. قوموا لهم بالتكفل من الجانب الصحي والجانب القانوني والجانب النفسي والجانب الاجتماعي. تقول منظمة رعاية الأم والطفل إنها تتابع الآن وضعية 2153 امرأة تعرضن للاغتصاب، مؤكدة أن الفترة ما بين نهاية السنة المنصرمة ومطلع السنة الجارية شهدت ارتفاعا كبيرا في حالات الاغتصاب، في حين تؤكد وزارة المرأة تسارع وتيرة الاعتداء على النساء في السنوات الأخيرة. وتيرة الاعتداء على النساء غير المسبوقة أخرجت مجموعات نسائية عن صمتهن، فلم يعد العنف تصرفا إجراميا منفردا، بل أصبحت العصابات تقتحم البيوت على العائلات الآمنة لاغتصاب نسائها تحت تهديد السلاح. أحمد اختصاصي نفسي يعيد ظاهرة الاعتداء على النساء إلى انهيار المنظومة القيمية الأخلاقية والدينية وإلى التفكك الأسري والجهل والفقر، وإلى أن اغتصاب النساء يصبح وسيلة للانتقام وليس رغبة جنسية. ظاهرة غريبة على مجتمعنا تدخل ضمن تنامي الجريمة الملاحظ في السنوات الأخيرة، نظرا لهذه الحالات الامتداد الأفقي اللي مجينا، حالة هذه الثورة الرقمية غير المضبوطة، حالة انهيار أو تحلل القيم المجتمعية والخلقية، فشل أو خلل في المنظومة التربوية. رغم جهود السلطات إلا أن موجة العنف ضد المرأة ما زالت متواصلة في موريتانيا، بل إن استهداف بعض الشرائح يثير الهواجس لدى بعض المراقبين. من المحرك الحقيقي لهذه الموجة الإجرامية محمد فضل الحرة، نواكشوط.